السلام عليكم ورحمة الله. هذه جولة اقتصادية جديدة نبدأها بداية بالعملات. مشاهدينا كما نتابع عبر الشاشة هذه أبرز العملات الأجنبية والأكثر تداولا في السوق الموازية، من بينها صرف العملتين على الحدود الشرقية والغربية. تستقر جميع العملات الأجنبية في مطلع الأسبوع الماضي، كما شاهدنا ارتفاع للعملات الأجنبية هذا الأسبوع تستقر نسبيا مقارنة بتحرك الدولار الذي أثر على جميع العملات الأجنبية بما فيها الليرة. أنتقل بكم الآن مباشرة مشاهدينا إلى المؤشر العام، أشاهد معكم جلسة اليوم لبرنت الخام القياسي. نبدأ بداية بغرب وسيط تكساس الذي ارتفع من 60 إلى 61، الطلب أيضا لا يزال يستقر حتى ما يسجله أكثر من أسبوعين. منطقة التشبع كما نشاهدها لها فترة تسجل ذلك منذ أزمة مضيق هرمز، وبالتالي أيضا هجمة الحوثيين على مرافق الإنتاج النفط في السعودية. كما نتابع أيضا 60.97 دولار للبرميل الواحد، تسجله جلسة التداول للعقود الآجلة لبرنت الخام القياسي. استقبل ميناء بنغازي البحرية اليوم سفينة نقل الحاويات هناسة محملة ببضائع وسلع مختلفة، وسفينة سيرة وعلى متنها حوالي 22 ألف طن قمح تقريبا. قال ناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري أن الميناء استقبل اليوم سفينة نقل الحاويات هناسة الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 300 حاوية بضائع وسلع مختلفة. عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة عقد اجتماعا مع السادة منسقي الزراعة بالبلديات جيمينس وجابية وسلوك والبيضان وبعض مربي المواشئ بها وإدارتي الإنتاج الحيواني والتخطيط والمتابعة، وذلك بمقر الوزارة بشحات. الاجتماع استهدف بالدرجة الأولى كيفية الاستعداد للموسم القادم من حيث توفير الأعلاف والتحصينات للثروة الحيوانية ومعالجة الجفاف وقلة المياه التي يعاني منها مربي الإبل، وذلك عن طريق صيانة الصهاريج والأبار. أكد أيضا الوزير أن هناك إجراءات متخذة لتوفير هذه الأعلاف، لافتا إلى أنه تم رصد مبلغ مالي كبير لتوفير التحصينات من قبل مجلس الوزراء. بهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الورقة، نلتقي في جولة جديدة، إلى اللقاء.